السلام عليكم، معكم خديجة في شيوات خديجة. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. اليوم غادي نوجدو مع بعضنا الكيكة ديال المول العجيب، وكنتمنى يعجبكم الفيديو والوصفة ديال اليوم، وندوزو مع بعضنا المرحلة ديال المقادير ان شاء الله. المول العجيب هو هذا، كيجي على هذا الشكل. هيدا كتعمل العجينة هنايا، من بعد كتقلبها كتجي هيدا هذا الديكور هذا، من بعد كتعمروها باش ما بغيتو من هنايا. وهادو هما المكونات اللي غنعدي بيهم. عندي هنايا 4 ديال البيضات ديال درجه الحراره المطبخ، عندي هنايا قشره ديال الليمونه نص، ماشي ليمونه كامله غير نص العصير ديالها، هنايا خمره بيكنج باودر، هنايا عندي شخصيه لاباني، وعندي كاس ديال العنبه ديال السكر الخشن سنيده، وكاس العنبه ديال الزيت النباتيه، وجوج كيسان ديال العنبه ديال الطحين. هي وما هزت لي على حسب المقادير اللي عندي. ونبداو على بركة الله. البيضات، وغادي نعمل الشاسية ديال لاباني، وغادي نعمل ليمونة وقشرة ديالها، قشور ديالها الفوكي، وغنعمل الزيت النباتية، ونعمل السكر، طحين وخمارة هما لاخرين، وغنطرب كلشي مع بعضو. من بعد ما طرب تشتيتو بالطراب يدوي، دابا غادي نطرب شويش بالطراب الكهربائي بحال الشكل ديال الجينواز. من بعد ما طربتها كتجي هيدا، دابا غادي نضيف لها السكر الطحين. هي وما هزت لي هاد الخمارة بيكنج باودر فيها 15 غرام، اللي عندو ديال 7 يعمل جوج شاسيات. غنخلط هايدا بهاد السباتولا ديال السيليكونة، ومن بعد غنشوف واش نبقى نزيد الطحين أولا نكتفيو غير بهذا اللي عندي. باقي خصني الطحين، المهم زيت كاس آخر يعني جوج كيسان ونص، وهذاك العبر اللي كان عندي. دابا كنخلط ونشوف. غنكبر هذا المول العجين، من بعد ما عملت له الزيت دهنته بزيت كامل من الجوانب ومن الوسط ديالو، غادي نكب عليه هاد العجينه ديال الكيكه. بعد ما عملت الماصه ديالنا العجينه ديال الكيكه ديال المول العجيب، هي هذه كتجي على هيدا. دابا غندخلها الفرن، عندي مشعول درجه الحراره 180، عندي مشعول من تحت ومن الفوق، ونتابعو ان شاء الله. المرحله ديال هذه المرحله الثانيه ديال الكيكه المول العجيب. عندي هنايا 100 غرام ديال الشوكولات، قال من هذا الشكل الواحد يعمل اللي عنده. عندي نص كاس العنبه ديال السكر، نص كاس العنبه ديال الزيت النباتيه، نص كاس العنبه ديال الحليب، وسبق لي عملت هذه العمليه معكم. دابا انا عاودت لكم المقادير، غادي نزيد كلشي في كاس ميده باش عندو الشوكولاط اللي غادي نعملو في الكيكه ديال المول العجيب. عندي في العافيه مهيله، غيبقى هيدا حتى يدوب، ونتابعو ان شاء الله. هي هذه الكيكه ديال المول العجيب اللي عجبتها من الفراغ، جات ليه شيشه تشقت لي. المهم عندي انا غادي نعمل شويه الشوكولات من الوسط ديالها، ونكوزو نكوزو التقديم ليها ان شاء الله. الكيكه ديال المول العجيب هي هذه، انا عملت لها الشوكولات من الوسط منها، وعملت لها اللوز مفروم حمرتو شديتو من فوق منها، وزوقتو. هيدا زواقه عشوائيه، وكل واحد زواقه كتبقى اختياريه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو والوصفه هذا النهار، واذا عجبكم تسكروا على الزر الاحمر، تفعلوا مع الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. بطبيعه الحال اذا كان كيعجبكم الوصفات والفيديوز ديالي، ونتلاقاو في شهيوه وفي وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.